حصريات من المغرب. كلكم عارفين ان اول ماتش للاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء 1 فبراير الساعه 9 بتوقيت القاهره مع اوكلاند سيتي. بدري بدري كده وفي كتفك يا اهلي مع جي ال سي، دهانات رقم واحد في مصر، ومحتاجين تعرفوا الالوانات. الاهلي هو صاحب الملعب، هيرتدي الزي الرسمي والاساسي ليه، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، اما اوكلاند سيتي هيرتدي التيشيرت الازرق، وبالتالي الاهلي هو صاحب الملعب، وان شاء الله كمان هيكون اكبر حضور جماهيري في هذه المباراه. حاجه ثانيه كمان يا كريم، الاهلي المفروض هيقعد في تطوان وهيتدرب على ملعب المغرب التطوان اللي هو ملعب سانية الرمل. هل هيفضل رايح جاي من طنجة لتطوان؟ هي المسافة حوالي 63 كيلو. لا، الاتحاد الدولي عمل حاجة غريبة، خلى الأهلي أوكلاند سيتي هيقعدوا في تطوان ويسافروا ليلة المباراة بس للمبيت في طنجة عشان تاني يوم يلعبوا في ملعب طنجة. دي إجراءات المفروض هتتم على الفرق كلها اللي هتلعب في طنجة خلال الفترة اللي جاية. بس أنا مش شايف يعني 60 كيلو بعيدة ساعة. يعني بالظبط يعني لا يعني انت لو ماشي على 80 هتروح في اقل من ساعه يعني على حسب السرعه، لو العربيه ماشيه على 80 او حتى على 100 هتوصل. يعني احنا بنتكلم 60 كيلو دول كانك بالظبط يعني مبيت في فندق في اكتوبر والماتش في استاد القاهره، الماتش في استاد القاهره مثلا يعني نفس اعتقد مسافه قريبه. يعني هي الفكره في حد ذاتها ليه بقى في تطوان ومش في طنجه؟ لان فوجئنا ان طنجه ما فيهاش اي ملاعب تدريب خالص. اوكي، عشان كده الفرقتين الاهلي واوكلاند هيقعدوا في تطوان. دي معلومات مهمه جدا ان احنا نعرفها ونبقى متحضرين ليها، واكيد طبعا وصلت للنادي. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان البدايه تبقى كويسه ونتفائل خير، لان احلى حاجه في البطوله دي ان هي جت من العدم، ما حدش كان عامل حسابه خالص. فان شاء الله نبقى عاملين كده زي الدنمارك 92، اللي فاكر بقى التجربه دي. الدنمارك يا جماعه كانت خرجت من تصفيات امم اوروبا 92، كان ساعتها يوغوسلافيا هي المتاهله، ويوغوسلافيا كان عندها مشاكل سياسيه كبيره جدا جدا في اوروبا، فتم استبعادها من كاس امم اوروبا يورو 92، وتم جلب جابوه من البحر. كانوا بيصيفوا فعلا اللي هي فاهم اتقال اللعيبه كانت بتصيف، لموا اللعيبه من على الشواطئ متخيلين، ولا بقى معسكر ولا حاجه، البس يد لم شنطتك وحط المايوه وتعالى على البطوله وتعالى على البطوله خلاص. راحوا كسبوها طبعا، فاكرين طبعا المباراه الشهيره ليهم مع المنتخب الالماني في الفاينل لما كسبوا 2-0. والله ليه لا، نتمنى الحاجات اللي بتيجي من عدم دي تبقى يعني فالها خير، وان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يعني يشرف الكرة المصرية في المونديال الجاي.